مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. بعد 4 ساعات بالضبط إن شاء الله هيبتدي النادي الأهلي في مواجهة جديدة ومهمة أكيد في مشوار دوري أبطال أفريقيا مع فريق سيمبا التنزاني. زي ما احنا عارفين طبعا النادي الأهلي هو المتصدر للمجموعة وبرصيد 4 نقط من فوز واحد ومن تعادل في أول جولتين ليه في دوري الأبطال قصاد بيتا كلوب الكونغولي وكمان شبيبة الثورة الجزائري على الترتيب. أما فريق سيمبا بقى فبيحتل المركز الثالث في المجموعة ب3 نقط من فوز واحد بس على شبيبة الثورة 3-0 وخسر خسارة كبيرة من فريق فيتا كلاب 5-0. إن شاء الله نادي الأهلي يفوز ويحافظ طبعا على صدارة المجموعة ويحط رجله في دور الثمانية من غير ما نستنى طبعا أي حسابات معقدة. أما بقى بالنسبة للكلام الكتير جدا اللي اتقال في الفترة الأخيرة دي عن المؤجلات الخاصة بنادي الأهلي، النهاردة كان في اجتماع في اتحاد الكرة عشان يحطوا حل للموضوع ده، وانتهى الاجتماع بقرار عقد اجتماع يوم الأربعاء اللي جاي بحضور رؤساء الأندية أندية الدوري الممتاز عشان يحطوا حل أو يوصلوا لحل نهائي للمشكلة دي. النهاردة كمان في مباراة مهمة جدا لبنات النادي الأهلي، بنات طايرة النادي الأهلي قصاد فريق نادي الزمالك في البطولة العربية. المباراة دي أكيد طبعا ليها أهمية كبيرة جدا لأنها برضو بتعتبر كلاسيكو خاص في طايرة البنات زيها زي كل الألعاب التانية طبعا اللي بيتقابل فيها النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكمان الفوز فيها بيقرب النادي الأهلي من الاحتفاظ بلقب البطولة إن شاء الله.